السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليلة عمر، البرنامج الذي يسلط الضوء على الأفراح الحضرمية المميزة. ونحن اليوم هنا في مساكن، في أفراح آل بايوسف للعريس يوسف محمد بايوسف، وأفراح آل بن عزون للعريس صادق جمال بن عزون. نقول للعرسان ألف ألف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. نتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا هذه الليلة. سعداء جدا بوجودكم معنا هذه الأمسية وفي هذا الفرح الطيب إن شاء الله. والحاجة بعدين الثانية اللي بقولها إنه الناس متفاعلين فعلا في السهرة، وبوجودكم أكثر تفاعل حصل إن شاء الله يكون يعني باستمرار بهذه الطريقة إلى أن ننهي من الحفل ليلة عمر. يا سلام. وبعدين هذه خطوة يعني أعتبرها يعني فعلا في خدمة الفن وفي خدمة الفنانين وفي خدمة التراث اليمني بشكل عام، يعني يحيون الفنانين وأنتم تقدموا له للوطن، للي في الوطن يشاهدوا واللي في خارج الوطن يشاهدوا. هذه خطوة جبارة وفعلا تستحق الثناء يعني. قلوب الناس في خلاك فهمنها
Thank you.
ولد المغيب فسره لن يغيب وحبي له وذكره منه انساني رطيب وغصني برطيب نوره نور في الدنيا لقلبي ومنه الكحل Yeah.
يحك العاطفة ما جيت بابدلك بعض البعض من عطفي كلمتك دايم جافة. من اسمك؟ شهد. من؟ شهد. شهد من؟ سالم. سالم من؟ محمد. قبيلتكم من؟ ايش؟ قبيلتكم من؟ بايوسف. بايوسف، ايش يقع عليك العريس؟ عمي. عمك، ايش تقولي لعمك بمناسبة زواجه؟ ألف مبروك. ايش تقولي للعرسان؟ الله يوفقهم. يا الله امين. أعزائي المشاهدين، الآن مع العرسان هذه الليلة العريس صادق بن عزون نهدي، والعريس يوسف محمد بايوسف العبيد. شعور زين ولا؟ والله حلو. حلو أكيد بيكون حلو. نعم حبيبي. ألف مبروك. عقبالك. ما أشكر أول شيء أبوي والوالدة الله يحفظهم. أمين يا رب. أخواني وكل من وقف معي في هذا الشيء، وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وأتمنى هذه اللحظة اللي يفرحون فيها زي ما فرحت أنا، والحمد لله رب العالمين. يوسف وأخي، احنا جايين من محافظة شبوه، حياكم الله، نحضر زواج أخينا في حضرموت المكلا. الله يحييك. الله يحييكم، هني لهم المبارك لهم إن شاء الله. منها دمعة على قلب غرامة تولى، ما يفيد طبيب إلا حصل نصيب، ما يفيد طبيب إلا حصل نصيب. من حنانك ومن عطفك تعدي حياتك كل هذه مضي، والله من حنانك ومن عطف
عتبك تعدي حياتك كل هذه مضيق المحبة العين. نتمنى لهم صراحة حياة زوجية سعيدة ان شاء الله، يعني يكون حياتهم ان شاء الله الى الامام. انت تعرف عدم العرسان ولا جيت كمستمع بس؟ ايوه اعرف اعرف اخوي يوسف بيوسف. اعرف اخوك؟ ايوه صديقي يعني بس ايه مثابه اخوك. مثابه اخوي اكيد. قلبه حبك تدله في بحور الهوى، مش في بحاله دلال يا حبيبي تدله، يا حبيبي تدله. طابك الخلي خله عالمحبة وهو يميز من بين كل الخوى ولا خلا، الخوى ولا خلا. يدك يا النبي شوف محبة يدي، يدك يا النبي شوف محبة يدي. ينشر خاطرة منك بكلمة مودة صادقة في الصغير محبة، والله ينشر خاطرة منك بكلمة مودة صادقة في الصغير كل ألف ألف مبروك، وكل أتمنى لك حياة سعيدة وأنك بالزواج، وألف مبروك إن شاء الله. هذا ولدك؟ حياة سعيدة. أي هذا ولدي، هذا عم العريس، عمو العريس.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير وعافية ولطف إن شاء الله تعالى. قلب حبك تذلى في بحور الهوى إيش في بحالك ذلى يا حبيبي تذلى ما بقى الخلة خلة عالمحبة وهو يميز من بين كل الخوة والأخلة يدك يا النبي شوف محبك أدين يدك يا النبي يا حبيبك أدين ينشر خاطرا منك بكلمة مودة صادقة في الصميم والله ينشر خاطرا منك بكلمة مودة صادقة في الصميم والله سهرة ما يحتاج الله يوفقهم إن شاء الله ويجعلها بيت النصيب والنصيب قل ألف ألف مبروك والله يبني بيتك ويوفقك إن شاء الله ومنك المال ومنها العيال إن شاء الله المحبين هيا المحبين هيا والكرم مش غريب الحسين النسيب والكرم مش غريب الحسين النسيب ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك الفهيم والله ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك الفهيم ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك الفهيم حبك تدلى في بحور الهوى إيش في بحالك دلى يا حبيبي تدلى يا حبيبي تدلى ما بقى الخلة خلة عالمحبة وهو يميزه من بين كل الخوى والأخلة يدك يا النبي شوف محبك نبي يدك يا النبي صادقة في الصميم والله انشر خاطرة منك بكلمة مودة صادقة في الصميم تحب تقول له بمناسبة زفافه؟ ألف ألف مبروك أتمنى لها حياة زوجية سعيدة. حسين المحيا ردت الروح فيك لما تبسمت لي وقلت يا ألف حيا يا ترف يا مهيا يا سليل الكرم والجود هيا تكرم عالمحبين هيا والكرم مش غريب على
الحسين النسيب الكرم وشغير الحسين النسيب ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك الفهيم والله ابتسامة وبس منك تجلي ظلام الليل ذاك الفهيم أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليلة عمر في زواج آل بن يوسف وآل بن عزون. آملين أن يتجدد بكم اللقاء في حلقات أخرى. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ورعايته. ولكنني ما اشوف الطيب عيد وعاد
الفحم ما في غير الوعد يحلم بأيام بهضاجات وأيام أصحابه المستحم ما في غير الرعود الغيث خلف الحدود الغيث خلف الحدود فأل بينه وبين الغيث سد من حدود أبعد ولكنني ما شوف أرضي بعيد والغيث خلف الحدود الغيث خلف الحدود فأل بينه وبين الغيث سد من حدود أبعد ولكنني ما شوف أرضي بعد سهرة عيني ما يجيها الربو انغبت يومين على حس راسي بعد سهرة عيني ما يجيها الربو أذكر مروى أذكر مروى ولا يحلع صحابه غير من كان يجيب أبعد ولكنني ما شوف أرضي بعيد أذكر مروى أذكر مروى ولا يحلع صحابه غير مكاني يا بدر ولكنني ما شوف ارضي ولا يحل صحابه غير مكاني بعيد ولكنني ما شوف ارضي بعيد